السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل وصفة جميلة جدا جدا، بس وصفة مش مصرية. هنعمل مع بعض النهارده ايه يا سامية؟ هنعمل زي ما انتم شايفين، طبعا مش عارفين هعمل وصفة ايه النهارده. لازم، انا عايزة احيركم شوية بس لازم اقول لكم برضه. هنعمل وصفة النهارده، وصفة جزائرية تقليدية. الوصفة دي بصراحة أنا كنت عايزة أعملها من زمان عشان حبايبي اللي من الجزائر، حور الجنان، خلي بالك معايا في الوصفة كويس، أنت وسلوى جنة الريحان وحنان كمان والناس إخواتنا كلهم اللي من الجزائر، وكوتي طبعا من الجزائر، كل حبايبي اللي من الجزائر خلي بالكم معايا من الوصفة، وإن شاء الله أعملها بطريقة اللي أنتوا بتعملوها طبعا وتعجبكم، يعني الطريقة اللي أنا هعملها بيها دي. فأنا بصراحة مش عارفة، في يعني في ناس كتير بتعملها بكذا طريقة، بس أنا لقيت الطريقة دي بصراحة سهلة جدا وبسيطة، ومكوناتها كمان موجودة عندنا في كل بيت يعني، ومعروفة كمان، حاجة حلوة قوي. نسيت الحمص.